بمنظرة الحاج محمد رؤوف. ازيك يا حاج محمد؟ الله يخليك يا استاذ بختار، نورتونا ربنا وشرفتونا يخليك. وحصلت الف بركه. اتعرفنا بالاخوه الاستاذ عبد المنعم فيصل مدير مدرسه وردان، والاستاذ الحاج احمد داغر من عائله داغر، استاذ سمير عبد الرؤوف اخويا. اهلا بيك، شرفتونا ونورتونا. احنا النهارده في قريه وردان. ايوه طبعا، مركز امبابه جيزه ومحافظة الجيزة. أيوة. يا ريت تكلمنا على القرية نفسها. إيه القرية أولا؟ إحنا يعني المسمى بتاعها. إحنا أصلا قريتنا اسمها قرية وردان. آه. ثانيا عدد سكان وردان يخش في 60,000 نسمة. آه. وبيننا وبين القاهرة بتاع يجي 55-60 كيلو. جميل جدا. فإحنا طبعا هنا بالنسبة لوردان بنعتبره عيلة واحدة، كلنا بيشاركنا بعضنا في الأفراح وفي الهموم، وما فيش أي حاجة بيننا وبين بعضنا، إحنا ناس هنا أهل كلنا، في أي نزلة في أي حوار في أي حاجة بنبقى مع بعضنا كامل. بس طبعا البلد برضه فيها مشاكل عندنا هنا كتيرة، بالنسبة للمستشفى، الطرق، هنتكلم عن المشاكل طبعا، الصرف الصحي، الحاجات دي كلها يعني. فياريت إن إحنا يعني برضه إيه يعني إحنا عاوزين إن إحنا نشوفوا مستشفى زي المستشفى بتاعتنا دي. طبعا ناقص حاجات يعني دي. انا عايز اخد كلمه من الاستاذ عبد المنعم. يعني حضرتك تكلمنا شويه عن القريه. قريه وردان هي في من قرى شمال الجيزه، وتعداد السكان فيها حوالي 70,000 نسمه او يزيد. والقريه دي المدرسه الثانويه بتاعت القريه بتاعت وردان قبل المدرسه الثانويه بتاعت امبابه. يعني من فتره طويله. من فتره طويله، في سنه 28. في نسبه التعليم عندنا نسبة التعليم عندنا عالية، وعندنا مناصب في أساتذة في الجامعات، أساتذة موجودين هنا متخرجين من هنا واعتلوا أعلى المناصب في الجامعات وفي كل مكان في القاهرة. وإحنا بنعتبر القرية الأم للقرى اللي حوالينا، الوحدة المحلية طبعا باسم وردان، وبحيطنا معظم القرى، وإن وردان بلد فيها نسبة التعليم عالية جدا، بخلاف ذلك إن بلد تجارية. يعني فيها سوق تجاري. سوق تجاري، وفيها نقطة الشرطة، وفيها جميع المصالح اللي تأهل وردان تبقى مدينة. عندنا هنا مطافي، عندنا بريد، عندنا سجل مدني، عندنا مدارس كتيرة، عندنا مستشفى يعتبر مركزي، بس للأسف المستشفى فيها دكاترة كتير لكن ما فيهاش عمليات، فعشان واحد مريض يطلع من هنا يروح أوسين ممكن يموت في الطريق. وانت جاي حضرتك وضيوفك الكرام، لو انتوا جايين من عند الرياح، من الرياح البحيري، المدخل بتاع وردان او الطريق كله مطبات لحد ما تدخل وردان. يعني الطرق فيها مشكله حاجه ده. الطرق بتاعتنا كلها متكسره. لا اكتر من 40-50 سنه معموله. ولا حد بيقول لها انت فين، ولا انت منين، ولا انت بتاعت مين. عندنا الصرف الصحي، الشوارع كلها، المجاري، المساكن الشعبيه كلها مؤاخذه طبعا فيها المجاري. وبالنسبه للمستشفى، انا رحت هنا المستشفى ناخد ابره، والابره بجيبك وروح تشتري سرنجه. سرنجه بنص جنيه. روح صيدليه جبتها في المستشفى. ومكتوب عليها يافطه كبيره كده، مستشفى وردان المركزي. وهي ماهيش محصله مستوصف وردان. يعني عندنا مستوصفات طبيه خيريه احسن منها بكتير. يعني الخدمة الطبية هنا مش جيدة، منتهية في المستشفى وفي التأمين الصحي كمان. التأمين الصحي كمان عندنا مركز التأمين الصحي فيه 2 دكاترة معاش ممارسين. اللي فيه 2 دكاترة معاش، والدكتورين بتاع الأسنان اللي هستعملها. أيوه، الدكتور عمر والدكتور عبد العزيز، دول معاشاتهم متعاقدين. وما يعني ما فيش خدمة صحية جيدة. لا لا، خدمة صحية ما فيش. المستشفى فيها إمكانيات، خدمة صحية بس ما فيهاش عمليات. ودي مشكلة. وطبعا العمليات موجودة والأجهزة موجودة، كل حاجة موجودة فيه. طب ايه اللي ما بيشتغلش؟ وبعدين في حضرتك، انا هنقول لحضرتك حاجة. احنا بيننا وبين القاهرة كتير، يعني احنا لو في أي حادثة هنا ولا في أي عيل يعني. انا مثلا من ضمن، حتى كان عندي الأسبوع اللي فات واحد عنده زايدة. فأنا عشان مثلا نروح مستشفى زي كده ما نلاقيش. ما تلاقيش. خدت بعض ورحت أوسيم، طلعوني من أوسيم برضه، رحت عملت عملية خاصة لأن الزايدة هتنفجر وما فيش يعني. فأنا لازم يعني هنا ما فيش أي حاجة. هنا مستشفى معدومة، مكتوبة مستشفى وردان المركزي، لكن هي أصلا مستشفى وردان للموت يا راجل، فقط لا غير. الطرق ده ساعات بيحيط البلد طريق سريع طبعا، وبتحصل عليه حوادث. لأن الطريق اللي هو ما استكملش، اللي هو الطريق الثاني، الفردة الثانية اللي هي ما استكملتش، طبعا بتأدي لحوادث. والحوادث مفروض يستقبلها مستشفى تكون 24 ساعة جاهزة للاستقبال الحوادث.
بفاء قسم أشعة على مستوى كبير وقسم جراحة عظام على مستوى كبير عشان نلحق الحادثة قبل تفاقم الإصابة بتاعت الشخص دوت. لكن انا لو عندي حادثة يا استاذ مختار في البلد ولا بتاع، بل انا لما نروح مثلا 60 كيلو ولا 65 كيلو للقاهرة طبعا بكون نزفت وخلاص وانتهينا كده. لكن هنا في المستشفى بتاعتنا اصلا ما فيش اي حاجه خالص، واغلبنا بنتكلم على الحوار المستشفى بتاع وزي ما انت شايف كده اليافطه حضرتك لو انت جاي كده والنوب بنوريها لك، مستشفى وردان. شوف اليافطه دي مستشفى وردان المركزي السلام الدولي اسم بس ايه اسم. طب انتوا كاهل البلد هنا ما فكرتوش تلموا من بعض تعملوا يعني مع وزاره الصحه حاجه داخل المستشفى؟ والله في كذا ساعه الثوره في كذا برنامج نزل البلد ولا حلموا للمجال ولا حنلموا المراكز الطبيه ولا والمال اللي بيستلموها اللي على حساب الناس والجماعه الاشتراكيه يا استاذ مختار نروح الاربع جنايات ويدفعوا 10 جنيه عشان الفلاتر دي حاجه من منين؟ ايوه يعني المايه دي بيعتبروا فلوس يدفعوا عشان الفلاتر اللي بتتغير دي، فاحنا هنلموا منين؟ ولو لا انا اقصد يعني ان المشاركه المجتمعيه في مشاركه مجتمعيه يا استاذ مختار عندنا. ايوه احنا عندنا مستوصف طبي مبني بالجهود الذاتيه ده جميل جدا. اه في جميع التخصصات وحتى في مركز فشل كلوي غسيل مركز غسيل في تبرعات يعني في مركز غسيل واحنا دايما بنشرف عليه وبنساعد فيه كل اهل البلد والبلاد المجاوره من اهل الخير. عندنا مكان هنا كتير للفشل الكلوي وعندنا المستوصف بيعمل غسيل يعني بيعمل غسيل وعندنا المستوصف برضه اهم حاجه الخدمه بعد الغسيل يعني لازم الغسيل ده بيحتاج طبعا بيحتاج ادويه ثانيه تمريض كويس في المكان في هنا المستوصف في امكانيات عاليه مش للدرجه اللي هي عاليه برضه عشان برضه يعني ايه ما نجادلش مع الثاني والثاني يعني برضه هي برضه مش المستوى اللي احنا المطلوب عندنا بس هي خدمه ويخدم ثلاثه طبعا مش مستوى مشاركه بيبقى برضه مش زي ما الدوله تعمل حاجه كبيره او تعمل حاجه جامده. انا هستاذن يا حاج بس ترجع لورا كده عشان القعده تبقى مريحه معاك وهتكلم بقى على حاجه مهمه جدا انا كنت سامعها منكم وانا في قبل ما نسجل الحلقه عمليه الصرف الصحي. ايه اخبار الصرف الصحي؟ الصرف الصحي حضرتك في من 5 سنين حطوا شبكه صرف صحي مواسير ضيقه مش تستوعبش البتاع وهذا المشروع قفل عليه تماما الملف بتاعه اتقفل نهائي اتردم وفي مواسير بس تحت الارض يعني خلصنا يعني الصرف الصحي ما في معمول ولا مش معمول؟ ما عندناش صرف صحي مختار بيه مختار بيه في صرف صحي اتعمل الشبكه اتعملت على مستوى القريه ولم يتم استكمال المبنى الاساسي اللي هيشغل الصرف وتم تغطيته بالكامل وده اهدار مال عام من 5 سنوات لم يتم استكمال الصرف بسبب تقصير من الحكومه أو من الجهاز التنفيذي لمتابعة مشروع الصرف الصحي. وبالتالي في فلوس مردوم عليها من الدولة إهدار مال عام. فاحنا طب ما تواصلتوش مع الوحدة المحلية؟ وتواصلنا وسيادة المحافظ عارف الكلام ده. أيوه. وبلغناه وقال ووعدنا إن هيحطونا في الخطة الخمسية في أول 2017 إن احنا هنشغل الصرف الصحي. انتوا عندنا طب الميه الشرب عامله ايه طيب؟ ميه الشرب يعني بحنا ربنا اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم انا من جيمه تيجي 5 6 ايام بنفتح لهم ميه لقيتهم ميه صفراء نازله انا حتى يعني حتى الاستنجا استخسرت ان انا الاستنجا مين يعني بتشربوا ازاي طيب يا احنا بنشربهم عن طريق المكن اللي احنا عاملينه مكن فلاتر مكن فلاتر بمساهمه الجمعيه الشرعيه واهل الخير من الاهالي يعني احنا بنعتبر بيشربوا الميه بفلوس يعني مثلا صعب منه راح يجيب 4 دراكن او ابنه 4 دراكن ميه ففي واحد قاعد على المكن عشان الفلاتر دي هيغيروها منين؟ على ربنا يقدر حط 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه كل واحد ومقدرته لله عشان مساهمه يعني عشان الفلاتر اللي بتغير دي لكن هم الميه دي كلها طب والابار دي اللي انتوا عاملينها عمقها قد ايه؟ حوالي 120 تطلع ميه حلوه بقى تطلع ميه نظيفه الميه ما بتطلع لناش كده على طول الميه بتطلع في الفلاتر وبناخد الميه من الفلاتر نظيفه طب الفلاتر دي بتتجاب منين؟ نعم هل جبتوها من خلال الشركات؟ احنا بنشترك احنا عاملين اشتراك شهري لكل بيت بيملى الميه من الفلاتر من الجمعيات المكن بتاع الميه الجديد ده ندفع كل شهر 10 او 20 جنيه حسب امكانيه كل واحد والفلوس دي بتروح للشمع بتاع الفلاتر ونغير بيها الفلاتر الشمع بتبقى فيها مرحله فلتره فيها اكتر من 7 مراحل 9 انا عديت 9 اكتر من 7 وفي جهاز فلتر كده اهو لو شويه رمل بيديله شويه رمل بعده
تكلفة الحاجة دي قد ايه المحطة يعني؟ لا دي بتاخد 150 ألف جنيه. بس يعني لميته وعملته هو اهل الخير هنا كتير ودايما بيتعاونوا ده شيء طيب ان احنا نلم احنا هنا كقريه بنتعاون مع بعض في كل حاجه خلق ربنا تحت اشراف جماعه اي حاجه مع بعض انا من ناحيه اي عمل خيري احنا كلنا بنعاون فيه ده شيء جميل وكل واحد حسب مقدرته اختياري وليس اجباري يعني ممكن ندفع 10 جنيه زعمان يدفع 1 جنيه حاج محمد يدفع 500 جنيه كل واحد حسب مقدرته كل واحد حسب مقدرته يعني مفيش اجبار مفيش اجبار ايوه والحمد لله احنا كنا قريه متماسكه وكلنا محبين للخير وبنحب بعضنا واهلينا وكلنا من الخير للخير كلنا صافي ابنائنا بيقابلوا مشكله مشكله المواصلات احنا عندنا دلوقتي نسبه كبيره في الجامعات المواصلات دي يعني أغلبية الجامعات بتبقى في القاهرة أو في أيوة. لا يا أستاذ لا أنا عاوز أكلمك برضو في حضرتك صلى الله عليه الصلاة أولا أنت طبعا جاي دلوقتي من القاهرة طبعا شفت الطريق بتاعنا وحش جدا شكله إيه مكسر. كم طب مكسر. وكام 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 وفي معدية كده وطريق معدية يعني إحنا بنطالب برضو يعني إيه أن المعدية دي تتلغي خالص ونبقى في كوبري مش انا نقعد تحت معديه وفي كذا حادثه حصلت من تحت راس المعديات دي انا بيني وبينك هم قالوا لي الوردان الجيزه ففكرت يعني المسافه قريبه يعني لا المسافه دي بتاع 55 60 كيلو وزحمه الطريق جامد وزحمه الطريق وطريق ضيق وطبعا وانت جاي كده في نيكلا وبورتوس واوسيم والحتت دي تبص تلاقي البياعين محتلين حتى لو رصيف انعمل جديد حرم الطريق نفسه محتلينه ايوه ومفيش حد بيسال وهنا برضو في تشوينات هو انت كويس ان انت برضو جاي من القاهره دلوقتي ومريت برضو على الطريق بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه هل يعجبك كشكلا وموضوعي؟ لا انا طبعا الطريق انا يعني معاكم فيه انه عايز يتعدل كتير ويترسف مختار وردان بتحتاج ملخص الموضوع ان وردان بتحتاج لعدة نقاط مهمه جدا منها المستشفى احنا عايزين المستشفى تتحول مستشفى هي مستشفى قروي هي مبنية مبنى هي مبنية مستشفى المبنى انتوا بتطلبوا ان يجي فيها مبنى الحاج محمد اديني فرصة ان احنا نتكلم عن مشاكل البلد احنا بحكم ان انت قاعد في المنظرة واحنا ناس متربيين كلنا هنا في الفلاحين واحنا عندنا هنا حضارة كثير ووردان سميت على اسم القائد وردان من ايام الصحابة عشان تبقى معلومة ليك تقول لنا المعلومة القائد وردان كان هنا في ايام الفتوحات الاسلامية كان اسمه القائد وردان القائد وردان ايام الفتحات الاسلاميه سميت على اسم القائد وردان ووردان فيها عادات عريقه واحنا كلنا هنا بنجتمع دايما للخير وبنتميز ان احنا في اي مواقف ما هي المواقف والشدائد هي اللي بتبان الرجال ايوه طبعا سيدنا عمر بيقول جزى الله الشدائد فيها يعرف الرجال فاحنا دايما بنتميز ان احنا بنبقى كلنا عيله واحده في اي شده طبعا بيحصل لنا كوارث مع شبابنا واولادنا اللي بسافروا مصر عن طريق طريق مناشي الخطبه الطريق ده طريق سيء ثانيا احنا بنتمنى ان يكون في كوبري يودينا الطريق الصحراوي نسافر منه ايوه لان الطريق هيوفر كتير جدا هيوفر كتير واسرع وانظف ايوه فاحنا محتاجين كوبري بدل المعديات لان بيحصل لنا كوارث في المعديات يعني عندنا المستشفى وعندنا الكوبري وعندنا الصرف الصحي الاهم من ده كله ان احنا محتاجين حد من المسؤولين يعني يحسس على النقط دي ويتابعها ويحل لنا مشاكلنا يا ريت الناس المحافظين ما يكونوش محافظين مكاتب يكونوا محافظين على ارض الواقع عشان يشوفوا مشاكل الناس الرئيس السيسي ربنا يبارك له ويكون في عونه الراجل ده مش عارف شغال اسرع من المسؤولين اللي معاه ما هو طبعا يعني انا معاك في الكلام اللي انت بتقوله ده الطريق ان شاء الله يبقى فيه حل اللي يهمني كمان اعرف الري عندكم هنا عامل ايه بدام جبتوا سيره الطرق والري بالنسبه للزراعه في اخباره ايه الري ارتوازي كله ارتوازي والترعه فيها ميه ولا برضه مفيش لا ناشفه ناشفه وحضرتك ممكن نروح ناشفه كل منطقه زراعيه بتشترك في مكان ارتوازي وبتشغل عليها يعني حضرتك لو حبيت مثلا مكان ارتوازي يبقى عايز سولر يبقى تكلفه اكتر ايوه طبعا تكلفه اكتر وبعدين احنا حتى لما بنأجر بالساعه الاجر الساعه ب 6 جنيه وب 7 جنيه بتبقى 10 ب 10 يعني الترعه فيها ميه ولا لا 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 الترعه ناشفه فهي قريبه منا هنا ما تبعدش عنا يجي 100 متر طيب فممكن حضرتك لو خلاص نكمل كلامنا هناك تشوفها ونكمل كلامنا واحنا ماشيين ماشي نكمل كلامنا اتفضلوا اتفضلوا اتفضل يا باشا ادي الترعه بتاعتنا
وزي ما انت شايف الزباله. وطبعا ترعة ناشفة بقالها يجي 4 أشهر ولا 5 أشهر. احنا عايزين نشوف الترعة بقى ناشفة ازاي يعني. اتفضل هي يعني ناشفة ما فيش مية. من ضمن المشكلات اللي ما فيش مية يعني من ضمن المشكلات بتاعة الزراعة اللي هي عندنا. ناشفة هي وبعدين اساسا كمان لما بتبقى ناشفة كده او فيها مية بيطلع ناموس على الناس دي كلها. وبعدين احنا الناس دي كله على القريه كلها على القريه كلها مش لغايتنا يعني. عاوزه تغطيه حتى هو البعوض نقل الامراض يعني. طبعا. وبعدين انت بتوصل لبندول على البعوض وبتاع وفي مرض لسه للجاي النازل جديد فاحنا عاوزين تحمونا. لا يعني اهم حاجه ان الترعه ما فيهاش ميه. هي زي ما انت شايف ناشفه خالص فيهاش ميه وفيها زي ما انت شايف حضرتك كده دي عامله زي تصفيه خالص بديل الميه. ده كمان دول يمكن احتمال في ناس برضو بتروي من مكان ميه عميق وتنزل هنا عشان ياخد من هنا بمطور. يعني عشان ياخد من هنا بمطور يطلع ارضه عند هنا كده ميه. يعني الميه دي اصلا اساسا مش كمان من 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 الليفرع ولا بتاع ده اصلا من الري اللي هو العمال عشان يروي غيره. هي المفروض تغذى من الرياح البحيري. وما بتتغذاش ولا بتتطهر ولا بتتغذاش يا بلد. لا بتتطهر كل سنة كل سنة مرة بس يعني بتتطهر بس المية السنة دي بالذات وتطهيرها أسود على دماغنا كمان يعني زي ما أنت شايف كده حضرتك اللي لا أنا شايف هنا هو ما شاء الله يعني ما فيش حاجة خالص. ماشي مسيرة للناموس والحاجات دي. طيب يا حاج محمد نكمل بقى عادتنا عندكم بقى ان شاء الله كده. طب النبي ان شاء الله بس اهم حاجه ان صوتنا يسال يوصل للساده ان شاء الله ان شاء الله المسؤولين. طب اتفضل بقى. اتفضل يا باشا. ماشي. بعد ما رجعنا وشفنا الترعة قعدنا تاني مع الحاج محمد ونشوف بقى ضيوفك النهاردة. اولا يشرفونا الحاج عبد الصطاها. اهلا يا حاج عبد الصطاها. والحاج عبد المنعم يوسف عياد والاستاذ عبد السلام وار ماسك الدواجن وعلاف عندنا. اهلا بيك. طبعا احنا في يعني بعد ما شفنا اهل البلد والناس الجميله دي المشاكل الزراعه اللي عندكم او الحاجات المشاكل الزراعيه ايه يا ترى؟ كلمونا عنها شويه كده. اتفضل يا حاج عزيز. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للزراعه عندنا احنا عندنا بلدنا فيها حوالي بتاع يعني حوالي 40,000 فدان اللي هي الرقعه الزراعيه اللي موجوده في البلد. 40,000 فدان دي مزروعه يا حاج؟ دي مزروعة محاصيل يعني المحاصيل الشتوية دلوقتي عندكم اللي موجود عندنا الوردان ما فيهاش دورة زراعية ولكن هي كلها خضار. يعني تعتبر زي خضار يعني. فموجود عندنا البسيم وعندنا الغلة وعندنا الفاصوليا وعندنا البطاطس وبقية المحاصيل اللي هي الايه الحقلية اللي موجودة. ولكن ما عندناش دورات زراعية. القطن مش موجود عندنا والحاجات دي مش موجوده. لا الدوره الزراعيه دي بتريح الارض من زرع. الدوره الزراعيه ولكن بلدنا تبع الايه تبع المحاصيل الايه الخضريه. اللي هو الجمعيه الزراعيه. خضار بس. الجمعيه الزراعيه عندكم بقى. الجمعيه الزراعيه عندنا جمعيتين، عندنا جمعيه الائتمان في وردان وعندنا جمعيه لاصلاح الزراعه. اصلاح الزراعه ليه رقعه زراعيه حوالي بتاع فوق ال 40 فدان. ودول كلهم متوزعين على الفلاحين صغار الفلاحين المنتفعين. فيها مزايا وعيوب. جمعية الإصلاح الزراعي من مزاياها إنها بتدي لك يعني مستلزمات الإنتاج. بتدي لك الكيماوي، بتدي لك التجاوي، بتدي له سلف. سلف زراعية. ماشية، سلف ماشية، سلف عينية، سلف نقلية. ولكن فيها عيوب ان هو بيجيب لنا التجاوي اللي هي غير منتقاه. التجاوي اللي هي ما بتزودش الانتاج. مين اللي بيجيب اردى التجاوي؟ الجمعيه الزراعيه. الجمعيه الزراعيه بتاعت الاصلاح الزراعي. لما بتجيب جمعيه الاصلاح الزراعي ولا جمعيه جمعيه الاصلاح الزراعي. ما ان الاصلاح الزراعي اللي انا اعرفه لازم بيجيب احسن حاجه عشان بيعود ده عليه. سعادتك بيجيب اردى التجاوي بالنسبه للذره وبالنسبه للقمح وبالنسبه للحاجات ديت تجاوي تعبانه خالص. ولكن هو المفروض ان هو يجيب لي انظف تجاوي، هو بيديني التجاوي انا ما بستعملهاش خالص. ايوه.
يعني بيفرطها عليا فرض عشان نصرف مستلزمات الانتاج ونصرف حصه الكيماوي بيديني الذره بالجبر. ايوه بيديني حاجات من الاسمده بالجبر برضه. وبالنسبه للتسويق يا حاج؟ بالنسبه للتسويق بيتحكم فيه التاجر لان احنا ما عندناش تسويق تعاوني. يعني انا ما بطلعش المنتج بتاعه بديه للجمعيه الزراعيه وهي تسوقه لي توديه الشغل. يعني عندكم زراعه تعاقديه؟ لا احنا عندنا التاجر هو اللي بيستغل السوق كله. بالنسبه للتاجر منين بقى؟ من اهل التاجر من اهل البلد او يعني من البلد المجاوره. بيتعاقد معاك من اهل البلد او البلاد المجاوره، يعني تاجر مثلا الفاصوليا ده على مستوى البلاد المجاوره هو اللي بيستغل السوق، هو اللي بيرفع السعر وهو اللي بينزل السعر حسب رغبته هو. تاجر البطاطس كذلك الامر، تاجر القمح كذلك الامر. يعني النهارده احنا واقعين تحت وطئه التجار. ممكن يضغط عليا، ممكن وممكن يفوتني زرع من الزراعات ديت ما يزرعهاش خالص على اساس ان انا ما بيديش العائد بتاعه. كلامك ده مهم برضو نسمع. هو مش لاقي التصدير. انا عايز برضو اسمع كلمه من يا حاج مختار. بالنسبه للزراعه والكلام بيقولوا ده، التاجر بيتحكم هنا جامد فيه؟ التاجر بيتحكم، واحنا ما عندناش باب نتسوق فيه غير التجار اللي بيجونا. يعني ما فيش بنك ياخد منا، ما فيش اي باب تاني نديله المحصول بتاعنا. زي المحصول بتاعنا لو بات حتى تاني سنه نخزنه بيسوس. المفروض حتى يكون عندنا مشرف يمر على الزرع يشوف ايه الافات اللي بتيجي للزرع ويشوف لنا ادويه ضد الافات دي على اساس لو اتاخرت في التسويق ما تتلفش عندنا. الفاصوليا بتسوس، الذره بتسوس. يعني انتوا لازم يبقى في مكافحه متكامله وارشادات زراعيه كامله. لازم يكون في ارشادات زراعيه وتتعاون معانا في وتمر على المحصول قبل ما ينضج على اساس لو في اي مشكله في الزرع ونيجي نحصده ونخزنه ما يتلفش. طبعا. فده بتبقى خساره على الفلاح من كل جانب. والحاج محمد برضه ايه رايك في والله انا رايي ان فعلا الكلام اللي الناس بيقولوه دلوقتي هو صحيح، مفيش بيتحكم فينا الا التجار، لكن المفروض الجمعيه الزراعيه او سواء البنك بتاعي يكون ان انا مثلا بديني التجاوي يبقى انا عارف ان هو هياخد التجاوي بتاعتي او بسعر مثلا ايه محدده ليا، يبقى انا بيساعدني ان انا ايه ان انا نزرع. ايوه وبيساعدني ان انا لما يديني ادويه من برضه ان انا مننتج. أيوة. ولما نعرف ان انا مثلا هنزرع زرعه فاصوليا النهارده ونبيعها مثلا بخمس قروش يبقى انا عارف برضه ان انا في قدامي اللي هياخدها بخمس قروش. اما دلوقتي التحكمات دي بنسميها احنا زراعه تعاقديه. أيوة. فانا حد عارف الزراعه التعاقديه دي ولا ما عندكوش معلومه عنها؟ هي ان انا متعاقد مع يعني المفروض ان قبل ما بزرع لا ما عنديش جمعيه بتوفر زراعه تعاقديه اللي هو البيع يعني. يعني انت بتبقى عارف محصولك هتبيعه لمين وازاي. لا ما عنديش كده. الزراعه التعاقديه اللي موجوده عندنا تعاقد مع منتج البطاطس بس. التاجر بيتعاقد مع المزارع بيديله التجاوي بيزرعها لحسابه وبعد كده بياخدها منه وبيسوقها. لكن الجمعيه مالهاش دور. بطاطس فقط. لكن الجمعيه بعيده عن الموضوع وده برضه بتخص التاجر، التاجر هو اللي بيتعامل مع النوعيه دي. مهم جدا ان احنا نعرف كلنا ان الزراعه التعاقديه دي حاجه بتفيدنا. بمعنى ايه؟ انا هزرع قمح، الجمعيه بتديني سعر ارداد بالقمح قبل زراعته. وزراعه التعاقديه دي نص عليها الدستور ودي من حقوقنا كلنا في الزراعه. فانا يعني ان انت لازم تبقى عارف السعر اللي هتبيع بيه قد كده لا او كلنا ما نزرعش في اتجاه خاطئ او اتجاه تاني. فده مهم جدا جدا. زراعه تعاقديه بتفيد ان انت برضو تبقى عارف خدماتك ايه اللي هتخدمها في المحصول، هتبقى عارف هتبيع بكام وان شاء الله مكسبك يبقى فيها كام. المفروض الزراعه التعاقديه موجوده في القمح وفي كل المحاصيل التانية. لا هو موجوده في محصول البطاطس فقط. هنا موجوده لازم فقط. الجمعيات التعاونيه مالهاش دخل يبقى الموضوع. لها دور في الموضوع ده. بمعنى ان الجمعيات التعاونيه هي اللي تحط السعر بعد ما بتتفق مع الجهات اللي هتورد لها ده. هل الجمعيات التعاونيه عندكم هنا منتخبه منكم ولا برضه مجلس الاداره هو مجلس الاداره منتخب؟ مجلس الاداره بيعمل شغل ولا برضه بيعمل شغل بس على جده، لكن ما فيش عمليه التعاقد مش موجوده عنده. ده في كمان حاجه يا استاذ، في عندنا كمان الارشاد الزراعي. يعني مركز الارشاد الزراعي موجود المبنى بتاعه وموجود الموظفين بتوعه ولكن معطل النشاط كامل. ليه بقى؟ الاول كانوا بيعملوا دورات زراعيه. أيوة. وكانوا بيعملوا ندوات زراعيه.
لإرشاد المزارعين، وكانوا بياخدوا مزارع مزارع نموذجية، حقول إرشادية نموذجية على اساس ان احنا نمتثل بيها ونعمل زيها وحاجات زي كده. قناه مصر الزراعيه بتعتبر هي قناه ارشاديه ليكم حاليا دلوقتي، مش معطله خالص. المبنى موجود مكفول مغلق. ده احنا نراجع مع الاداره ونشوفه كده ان شاء الله. الارشاد الزراعي ده معطل خالص، يعني المبنى ما فيهوش ندوات، ما فيش لا ندوات ولا في اي حاجه، ما جاله فتره كبيره جدا معطل. غير كده كمان احنا عندنا مشكله، يعني عندنا حوالي بتاع 2000 فدان او 1500 فدان ارض طرح نهر، ارض زراعيه طرح نهر. ارض طرح النهر دي بتبقى ايجار ولا يجوز فيها التمليك؟ مش عمليه تمليك، انا مش عايز تمليك، مش طالب التمليك، ولكن الارض دي ارض احنا استصلحناها بدينه، ما فيهاش اي خدمات، لا ري ولا صرف ولا اي شيء خالص. يعني ما ترواش من مياه النيل؟ لا ما ترواش طبعا، ما ترواش من مياه النيل، احنا بنرويها على حسابنا احنا. الارض عبار بقى فيها، الارض ديت لغايه 2012 كان سعر ايجار الفدان 750 جنيه، 750 جنيه في عهد مرسي. في عهد مرسي الوزير اللي كان موجود بتاع الزراعه رفع الايجار من 750 جنيه ل 4000 جنيه. دلوقتي حاليا دلوقتي وما زال ماشي. أقول لك، هو جميل. هي الإيجارات اترفعت على إيجارات المنطقة، يعني الإيجار لما بيترفع بيترفع نتيجة سعر الإيجار الموجود في الأرض. سعادتك يا باشا، أنا كنت في الضريبة العقارية وكنت منتدب كواحد من اللجنة التقدير اللي هي بتاعت الإيجارات. الإيجار ما بيترفعش من 750 ل 4000، عمر الايجار ما يترفع من 750 ل 4000. انتوا عارفين ان انت ما بتاجر هنا ارض زراعيه بتاجرها بكام يا حاج؟ بتاجر الايجارات ب 300 جنيه. لا من الاهالي. لا ماشي ماشي، الاهالي انا عايز اعرف بس. هنحدد لك النقطه دي بالذات. لا يعني انا عايز اسال، يعني انا مثلا دلوقتي انا عاوز مثلا دلوقتي ناخد مثلا نص فدان نزرعه قمح من واحد جار. دي الايجارات ب 300 جنيه. يعني نص فدان يعني الفدان بيعمل له 5000 ونص مثلا. حلو، الله يفتح عليك. لما بنيجي نقدر احنا الايجارات، يعني الدوله ليه رفعت الايجارات؟ هي خدت على سعر الاهالي على سعر الاهالي مع بعض. طيب باخد برضه عندك برضه، طب هو سعر لي الجمح بكام دلوقتي؟ لا ما الجمح ده على حسب العرض والطلب. بس هو ما ادانيش خدمات في الجراث مثلا 300 جنيه. يعني الجراث بيتاجر لي في السنه ب 300 جنيه. ايوه. طيب انا دلوقتي لما هناخد جراث ب 300 جنيه هنزرعه غلي، عاوز يصرف كام تجاوز؟ وعاوز يصرف تزرعه غله مره واحده بس يا حاج؟ طيب ماشي، يعني سنتين يعني لو هزرع مره واحده في السنه لا يمكن. لكن انت بتاخد الايراد طول السنه، او ايجار هذا الفدان بيبقى بيتزرع عروتين، وممكن يزرع ثلاث الوان وممكن يزرع اربعه، هي بقى وشطارتك. طب يا سعادة النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبه للارض اللي هي طرح النهر ديت، انا صلحتها على كتافي، انا صلحتها بايدي، جهزتها وصلحتها بايدي انا. هم ما ادونيش ليها خدمات اطلاقا. الارض دي موجوده اهي ما بتصرفش كيماوي اطلاقا، يعني عشان مش ملهاش حيازه. ملهاش حيازه. ايوه يعني هو المفروض ان هو حياز للارض دي وتصرف خدمات علشان ياخد منه مقابل. حاجه لما يكون ملك. نعم. لا تحيز الحاجات الا اذا كانت ملك. ارض طرح النهر لا يجوز تملكها، بتبقى اراضي للايجار او للنفع العام. ما هو سواءنا في الايجار بالارض المحيزه. ما هو سواءنا هو في الايجار بالارض المحيزه. لغايه سنه 2008 تقريبا، وبعد كده لجنه السياسات منعت بيع الارض اللي هي وضع يد او الارض اللي طرحناها في القاهره الكبرى، واعتبرونا احنا من ضمن القاهره الكبرى ووقفوا بيع الارض دي. ولكن انا عايز خدمات النهارده للارض دي، انا عايز خدمي، عايز كيماوي، عايز مبيدات، عايز بذور. خدت بالك؟ مش موجود ده، مش موجود الكلام ده عشان كله. بيعتبرك ضمن اراضي القاهره الكبرى. نزلت الجمعيه الزراعيه بتاعت الائتمان وحصرت الارض كلها وحصرت المزارع كلها، وفي النهايه دورنا على اسمده ودورنا على اي حاجه ما خدناش اي حاجه. مشكله فعلا. طيب وايه تاني عندك يا حاج؟ بالنسبه لعندنا يعني بالنسبه لحكايه اللمويه، اللمويه النهارده اللمويه العاديه ما عادتش شغاله خالص. اللمويه اللي موجوده بتاعت الترع ما عادتش موجوده خالص زي ما شفت. اصبح الاعتماد كله على المكن الالي. ما انا شفت الالات بتاعتنا، الالات الخاصه اللي هي تخصنا احنا. يعني الارض ديت بندفعوا لها خدمات، بندفعوا لها ضرائب، بندفعوا لها كل حاجه بتندفع، ولكن ما فيش خدمه اي خدمات.
انت بتطالب بقى بخدمات سيلان النهارده فدان بيصرف شكرتين كيماوي من جمعيه الائتمان، وعشان عندي فدان واروح اصرف عليه شكرتين كيماوي اعطل نفسه اربع ايام علشان اخد شكرتين كيماوي من جمعيه الائتمان بعد ما ادفع خدمات الفدان. ادفع خدمات قد ايه بقى؟ نعم؟ ادفع خدمات 25 جنيه الفدان. خدمات. والمفروض ان انت اوساط كده بتلاقي خدمات تانية لا غير الضرايب، لو انا عليا ضرايب بدفع الضرايب. ايوه. الضرايب العقاريه بدفعها. طيب مفيش خدمه جرار، مفيش خدمه مبيدات بتقدمها لك، مفيش جمعيه بتقدمها. في المكنه الزراعيه، والمكنه الزراعيه دي بالاجر. بالاجر. تدفع بالاجر، ما بيعملكش. اسعارها كويسه ولا عاليه؟ لا بسعر السعر العادي. السعر العادي. يعني هو المفروض ان هو بيكون عنده جرار كبير زراعي بيشقق الارض بيفتح الارض بيفتح باطن الارض، هو ما بيعملش العمليه دي كلها، هو بينتظر لغايه طيب. انا اروح اطلع الجرار بالساعه وادفع ثمنها مقدم عشان ويحسب عليه من تاريخ ما يطلع الجرار من المشاكل دي كلها. يعني ان شاء الله تتحل، لكن انا برضو كنت عايز اتكلم مع الاخ في موضوع الدواجن. انت عرفت ان انت لك يعني باع في الموضوع ده او في الانتاج الدجاني، انت بتشتغل في المجال ده؟ مش شغال في المجال ده. والانتاج الدجاني دلوقتي معرض يعني ان هو ينقرض عندنا من مصر. ليه بقى؟ احنا كنا اول ناس، احنا كنا بنصدر للدول العربيه كلها وبنصدر كتاكيت، وكان عندنا اكتفاء ذاتي في سنه 2011 في سنه 2005 قبل انفلونزا الطيور. ايوه طبعا. لما جت انفلونزا الطيور دي والله اعلم بيها انفلونزا دي جت ازاي ولا اتعملت ازاي، احنا جبنا مرض وطناه هنا. جابوا استوردوا حاجات الانفلونزا ووطنوا المرض هنا، والانفلونزا عندنا بقى دلوقتي اتحورت. كان عندنا انفلونزا اتش 5 بقى عندنا انفلونزا اتش 5 اتش 9 وفي انفلونزا حاليا دلوقتي اللي بتهددنا دلوقتي بانقراض الدواجن دي اتش 7. اتش 7 كام اتش هي؟ اتش 7 دي الموجوده دي كتير قوي. اتش 7 دي الموجوده دلوقتي حاليا في دكاتره دلوقتي والمعمل والمركز البحوث. بس الموضوع بس بتهيألي برضه انا معاك ان في انفلونزا الطيور وفي اجراءات وقائيه إذا خدنا الأمان الحيوي والحاجات دي تبقى كويس، لكن أنا عايزك تكلمني أو نتكلم إحنا كلنا مع بعض في موضوع الأعلاف نفسها، هل متوفرة وبتدي أسعار كويسة ولا لا؟ الأعلاف موجودة بس عندي سوق، أنا عندي سوق الحمد لله واخد بالك أنت متذبذب، مفيش ثبات، يعني عندي طن الذرة مثلا نلاقي طن الذرة وصل 1650 جنيه. بعدها بثلاث أيام أربع أيام نلاقي طن الذرة وصل 2000 جنيه، سيد طن العلف مثلا ب 3000 جنيه و700، فجأة نلاقيه وصل 4100. بيأثر طبعا على الصناعة. بيأثر على الصناعة. النهارده الفرخ عشان نطلعه في المزرعة بيصرف عليا واخد بالك أنت 20 من 22 ل 23 جنيه. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا بلاحظ إن الأسعار في السوق التجزئة مرتفعة. وفي المزارع منخفضة ليه؟ لا سعر الدواجن دلوقتي النهارده الحي 16 جنيه ونص. الحي في المزرعه عشان انا بيجي لي التاجر يشيل ينقل من عندي ويودي للتاجر الثاني، التاجر الثاني اللي بياخد منه بيوزن ففي خصية. فالتاجر اللي جايب من عندي من المزرعه ب 16 ونص ويروح يسلمه للتاجر الثاني بيسلمه له بكام؟ ب 17 جنيه. والثاني يسلمه لنا الثاني يسلمه لك انت ب 18 19 كده. الورك يقف بكام ده؟ قصه ما يعني قصه كبيره. ب 19 جنيه مثلا كيلو حي. ايوه كيلو حي في المحل التجاري 19 جنيه. لا هي مشكله بيني وبينك برضو ان الانتاج الدجاني هو المصدر الثاني بعد اللحوم او المصدر دلوقتي الاول، يعني الفراخ ما بتنقطعش يعني دي لكل بيت بيبقى محتاج، لو ما فيش لحمه يبقى في فرخ. يبقى التربيه دلوقتي التربيه بتاثر عليها. التربيه بقت موسميه. طب انا عايز احنا فصل الشتاء دلوقتي فيه اخطار كتير. في ناس هنا بتربي تربيات منزليه ولا اتمنعت؟ في طب بيعملوا الامان الحيوي؟ لا مفيش امان حيوي طبعا. بس مفيش اللي هو العزل والحاجات دي مفيش امان حيوي. لا 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 ما عندناش حاجه كده يا استاذ مختار، احنا عندنا مثلا زريبه بنحط فيها شويه فراخ وبتاع تعيه بنلبحها بره ولا كان ولا مين ولا بتاع. طب ده غلط. ما طيب ما احنا ما عندناش حد يبص ولا حد يمر علينا. لا ده ورينا دي الصح يعني والغلط. ممكن انت تعمل تربيه منزليه بس هم عاملين في معهد بحوث الانتاج الحيواني التربيه المنزليه الحديثه عاملين عشش كده عشش معزله معزله وازاي تحط التقاوي وازاي ده فده مهم جدا. لا المفروض من الارشاد الزراعي اللي هو يفهم الاهالي يفهمهم ان هم ازاي يعملوا الحاجات دي. انا بالنسبه لصناعه الدواجن، صناعه الدواجن دي واخده يعني في افراد كتير عندنا اكتر من 3 4 مليون او 5 مليون فرد شغالين في صناعه الدواجن وغير العماله الثانيه بتاعتها كمان. فالصناعه دلوقتي يعني مهدده ان هي في انقراض للصناعه من ايه؟ من كتر الامراض اللي بقت موجوده دلوقتي للدواجن
ومش عارفين لها ايه سببها. احنا طبعا موضوع الدواجن ده مهم جدا، وبرضو مشاكل الدواجن دي انا بتهالي تتحل من خلال الجمعية الزراعية او جمعية الانتاج الحيواني، الحاجات اللي بتشتغل في المجال ده. جمعيات الزراعية ما لهاش دعوة، الطب البيطري عندي هنا. الطب البيطري. الطب البيطري. لكن ما فيش جمعيات للانتاج الحيواني هنا؟ لا 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 ما فيش. يعني تبقى طبعا الطب البيطري. الطب البيطري، الطب البيطري هو اللي بتابع الحاجات دي. وعندي النهاردة ما فيش يعني المزارع المرخصة، عندنا ما فيش مزارع مرخصة، ما فيش تنظيم. لا دي قصة تانية يا جماعة. يعني المزارع المرخصة دايما عشان مرخص بيقول لك الأمل الحياة ونص كيلو. طب اديني الامل الحيوي ونص كيلو. لا بقول لك اطلع الظهير الصحراوي. اطلع الظهير الصحراوي. ايوه. طب في 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 داخل الدلتا مزارع كتير جدا ومزارع جنب بعضها، طب المزارع ده هتروح فين؟ طيب يعني انا عايز بقى اطلع من الكلام بتاع حضرتك جميل ده للشباب ونشوف. لا انا ليا بس تعليق في حته صغيره كده لو سمحت يعني. انا الاول تاجر ماشي. فطبعا كنت نطلع على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، طبعا في مزارع كتيره كان بيبقى الناس بتوع صحابها بيربوا المواشي اللي هي اللي بيقول اللحم. حاليا دلوقتي انقرضت ليه؟ بقول لك انا بنجيب مثلا عجل النهارده الصغير دلوقتي مثلا ب 10 ب 11000 جنيه عشان جنيه. طب انا ما هو العلف النهارده بكام؟ ولما نيجي انا نبيع كمان برضه العجل البقر دي بنبيعه مثلا ميزان حي بنبيعه بكام؟ فتلاقيه بيخسر. تبص تلاقي دلوقتي حتى الثروه الحيوانيه دلوقتي اللي هي الانتاج الحيواني اللي هو اللحوم دي بدا ينقرض فعلا. الكيلو وصل ل 100 جنيه. ايوه يعني احنا عندنا. طب وصل ليه؟ طب ما هو مش منه ما فيش ان احنا هنعمل مشروع مش هيكسب مش هنعمله. طبعا. ففعلا يعني جميع المزارع اللي هي اللي على الطرق الصحراويه وحتى لو عندنا هنا برضه داخل الارياف ما عادش حتى بيجني او بيعلف عدل بقر. لان هو مثلا دلوقتي احنا كنا مثلا في 34 بقينا النهارده في 30 او في 31 او في 32. طب بنجيب العدل بكام؟ طب بنصرف عليه كام؟ والتن العلف بكام؟ طب انا لما نعمل مشروع زي كده وهنبص هنلاقيه بيخسر انا هنجني؟ لا طبعا انا مش هنجني. على العموم احنا هنطلع بقى يعني معاك في الموضوع العجول ده، موضوع جامد جدا ده عايز بقى اعداد جامده. لكن انا نفسي اقعد برضو مع الشباب ونشوف الشباب اللي عندكم في القريه هنا، ودي نطلع بقى على فقره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله عشان ان شاء الله ننهض بالحاله دي وننهض بزراعه الذره وننهض بالقمح. زراعه الذره والقمح اهم حاجه في البلد دي. ان شاء الله زرعنا الحاجه دي هو اصل الزراعه الصناعه. واصل الزراعه واصل الصناعه هي الذره والقمح. يا حاج محمد امال فين الشباب بتوع القريه؟ اه طبعا هم موجودين ولازم يتواجدوا برضه ولازم يقابلوا حضرتك وبرضه يقولوا لك برضه مش هتم. ان شاء الله نشوفكم كده مع بعض ان شاء الله باذن الله. نرحب بالشباب يا حاج محمد. يا مرحبا اهلا وسهلا. عرفنا بيهم بقى الشباب. خليك الاستاذ اشرف على ابو السيد مدرس. اهلا بيك يا استاذ اشرف. الحاج كمان مدرس بس واخد استقاله. بس الحاج كمان مش شباب كبار شويه. لا مش شباب ده 58 سنه. طب كويس. شباب استاذ عبد ده ابني. اهلا يا استاذ عبد الرؤوف. وطبعا لا في شغل ولا بتاع واحنا قاعدين الحمد لله. عبد الرؤوف من الشباب الحلوه. انت ايه رايك في الشباب بقى؟ يعني قصه الشباب. هو بص حضرتك انا عايز اقول لحضرتك من الساعه 25 دي ما قامت يقول لك الشباب والشباب رايح في داهيه اصلا. ليه كده؟ كده بص يعني انا عندي 32 سنه. اه انا مش شغال. انا ليا اثنين اخوات، ليا اربع اخوات، اثنين اكبر مني واثنين اصغر مني، مفيش ولا واحد فيهم موظف. تمام؟ طبعا مبدئيا عشان حضرتك تقول بقى الشباب سيب بقى اتكلم انا ايه؟ حضرتك ده حوار الشباب. ثاني حاجه احنا عشان حتى لو اشتغلنا في القاهره تمام؟ بيني وبين القاهره حوالي 60 كيلو. عبال بنزل القاهره فيها ساعتين. يعني انا معاد شغل مثلا الساعه 7:30 المفروض انا اصحى الساعه 4:30 الفجر عشان توصل عشان اوصل معاد شغلي الساعه 7:30 طبعا. لا ايه كمان ده حضرتك لما اروح المواصلات مفيش اصلا مواصلات. لو لقينا مواصلات يبقى بالمحبه كمان يعني ايه حد حجز لنا كمان في المواصلات. يعني هنا مشكله المواصلات وعدم وجود شغل. طب ما فيش اعمال انتم كجميع شباب تعملوها في القريه تقدروا تعملوا مثلا مشروع تسويق للمنتجات الزراعيه، مشروع انتاج؟ القريه اصلا مقفوله على لا انت تاخد الشغل بدل ما التجار بيقول لك التجار بيجي ياخدوا. انتوا عملتوا مجموعه من الشباب وعملتوا بعض المشاريع الصغيره اللي هي تبقى تسويقيه او انتاجيه. ما هو مفيش فرص اصلا. بعدك يعني بعدك عن المدينه واخد بالك، المسافه اللي بعيده بتبعدنا عن المدينه هي اللي بتجعل التسويق
في صعوبه. اما انت لو قريب من المدينه مثلا زي ناحيه زي كرداسه واخد بالك، بيزرع خضار ويزرع خضروات هو بيشتغل. انا اقصد مجموعه الشباب دي لو جابوا عربيه وخدوا هنا اهل البلد كلكم متكتفين، اديتوا للشباب دي المنتج ان ينزلوا بيها سوق العبور ويعملوا هامش ربح كويس ما بينهم ويوصلوا المنتج على طول، ده هيعمل شغل مع حضرتك. في العربيه دي هتتكلف كده؟ هتتكلف. ما هو ما انا بتكلم ان انت لازم هتتكلف. ما انا تمام. ما هو لو مجموعه من الشباب اجتمعوا على ان هم يجيبوا عربيه ويبقى في بينهم مناوبات وتسويق، هيجيبوا ثمن العربيه وهيطلعوا دخل كويس. ما فيش اصلا. طب فين اللي هيبدا فيه مبدئيا؟ يعني كلام حضرتك زين وكلام 100 100. فين يعني؟ انا عندي زرع اول. انا عايز اوضح لحضرتك بقى ان عندنا صندوق دعم تنميه المجتمع. جمعيه، في جمعيه هنا اسمها جمعيه تنميه المجتمع، بس بتبقى محدوده. لا لا، مش يعني صندوق اجتماعي. صندوق اجتماعي مشاريع زي دي حلوه. يعني قصدي اذا اجتمعنا كلنا على ان احنا نعمل حاجه ومساندة، قسمتوا طاقة جميلة جدا. بص يا حضرتك، يعني اتفضل. يعني موضوع الشباب، ان انا عشان كل الشباب هيجيب عربيات ويشتغل. لا، ده فكرة او مجموعة. لا، دي افكار، معلش انا بعتبرها افكار متجنية بالنسبة لحالي. مغلوط. افكار الشباب ده ناس مؤهلات عليا وناس عندها فكر وناس في مجالات مختلفة. ومؤهلات عليا يشتغل يبقى خضار. لا يعني هو كل الناس دي ما ينفعش، واساسا الزراعه كمان فاهم شيء. يعني انت تخش في مشاكل الزراعه دي، بلاش يبيع خضار، يعمل مصانع. يعني هو هيعمل مصانع سنين بقى. انا عندي الحلول بعد اذن حضرتك، مع عدم توفير راس المال، الحلول ما تبقاش فيه للشباب، لان الشباب كله طالب. راس المال خلص تعليم. الصندوق الاجتماعي حلو. الصندوق الاجتماعي عشان تروح انت حضرتك تاخد منه قرض شروط ما حدش يقدر عليها. وعايز يقول لي انا جربت موضوع الصندوق الاجتماعي من 15 سنه. ده اللي انا عايز حيازي تكون حد يضمنه، يكون يمتلك حيازه على الاقل 3 فدادين او فدانين. طب انا عشان نجيب واحد يضمنك، مين اللي هيضمنك في الايام دي؟ انت بتحط له شروط اساسا. يعني والشاب لو عنده فدان هيجي هو كمان متحكم. فاحنا بنتكلم في السلع اللي انت هتبيعها كمان. يعني انت بقول لك انا هديك، بس انت تعمل لي 1 2 3. ايوه. يعني هو ما بيسيبلكش كلام. انت شايف ان الشباب ما فيش حد بيمد ايده ليه لا 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 بكروت صغيره او بمشروعات يقدر يشتغل فيها. تاخد مثلا ما ان كاردن من بنك عشان تجيب عربيه مثلا نص نقل وتشغلها، بيعمل لك نسبه فوق ال 11%. طب دي كتيره طبعا. طب انا اروح فين؟ طب ايه فين الشغل اللي انا هوديه؟ ده غير الجيمز، ده غير الصوت، ده غير حاجه العربيه، غير الميكانيكا بتاعت العربيه طبعا، ده غير الكاوتش اصلا بتاع العربيه. ده يعني حضرتك بتتكلم في موضوع العربيات، ده حاجته غاليه تمام، ومفيش اصلا شغل. والعجل يعني ايه النص نقل ده بالذات او النقل عامه بقى كتير. لا، انا كان قصدي من كلامي ان انتوا تتجمعوا في شركات صغيره، تاخدوا تمويل من البنوك وتقدروا تعملوا مع حاجات استثماريه، سواء المشاريع دي تكون نقل او تسويق او خدمات لاهل القريه. هديك مثلا، يعني البنك ده مش ليه شروطه يا باشا. ما انا شروطه مش هنقدر عليه. انا وجههم للمشاريع الصغيره. انا عارف ان في دلوقتي زي الدوله ما توفرلناش احنا وظائف حكوميه مثلا. ما ليه ده القطاع الخاص؟ لما احنا بنروح نشتغل في القطاع الخاص، يعني بص يعني هو بياخدك كده، يعني انا عايز اقول لك مثلا الفلاح بتاعنا بياخدك عضم وياخدك لحم ويقطع. ما هو مفيش ده غير ان هو كمان بيحاسبك، يعني عايز ياخدك من ضمن الشغل بتاع القطاع الخاص. الوظائف الحكوميه دلوقتي الجهاز الاداري الدوله متعب بعدد. استاذن معاليك حضرتك لو سمحت، هنا في واسطه الواحد يتوظف. مفيش واسطه، مفيش وظيفه الحكومه، عشان حضرتك بس تبقى انت. لا مش فكره، هو ده الواقع. هي منظور ده الواقع. ده حضرتك التعيينات واقفه بقى لها فتره يا باشمهندس. ده في ناس متوظفه في اماكن هي اصلا ما ينفع لهاش، هي اصلا لا جديره بالمكان اللي هي فيه. مؤهل غير مؤهل، يعني مؤهل غير التخصص اللي هو شغال فيه، ومع ذلك هو مع ناس بشغل. انا في ناس موظفين والله، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هم لما بيكتبوا يعني خطهم وحش. ده ساعات ما بيعرفوش يقروا كمان، وموظفين وشغالين والدنيا حلوه. انا عايز اقول لك ان الدوله دلوقتي الجهاز الاداري فيها عدده كبير جدا، وحتى ما فيش تعيينات. انا التعيينات واقفه، حتى المؤقتين لسه بيعينوا فيهم لغايه الان. طب والشباب يروح فين يا باشا؟ طب ما احنا ده السرجات اللي احنا دلوقتي، والمشاكل الشباب اللي هي في البلد حاليا دلوقتي دي. هو قاعد على القهوه ليه حاليا دلوقتي؟ مفيش مراكز شباب عندكم؟ ما فيش ولا في الشركات هنا، مفيش اي حاجه. هو بمد ايده وبعاكس بنته وبنتك والكلام ده كله ليه؟ من جد وجد ومن زرع حصد. في شباب
برضه بيبقى عندها مخ على قد امكانياته بيشتغل. يعني في شباب جايب تكاتك وشغال بيه، والدكتور بيجيب اكتر من عربيه نص نقل في اليوم مثلا شغال. استاذ كمال واخد بالك التكاتك دي كلامك مظبوط. ايوه شغال بس يتسف في حاله ده كمان الدوله ما بتسيبوش في حاله. يعني بتاع التوك توك النهارده بيوقف له لجنه تغرمه 3000 جنيه، انت هو جه ما طلبش منك جنيه ما تسيبه يشتغل. يعني كمان الدوله والشرطه مش سايبه الناس دي في حالها. يعني انت عشان لا هو يعني هو انا قدرت نجيب حق توك توك ب 20 25000 سيبه بقى. لكن ما يا اما تقنن له الحاجه دي يشتغل في الصح، رخصها له قول له اعمل حكايه هو حتى لو جاي. ايوه انما انا بسيبه متلبس كان انا راجل صار. لا كمان حتى في الترخيص حتى لو الجمعيات الاهليه اللي عندكم هنا ما عملتش اي مشاريع للشباب. انا سامع ان انتم عاملين فلات الميه و ايوه ايوه وشغل فيها الشباب كل منطقه. لا ما بيشتغلش فيها. يعني ده يعتبر عمل خيري وحتى ادارته كلها لله. يعني اللي واقف بيدورها او مشرف عليها او بغير فلاتر او كده كله لله. ما فيش يا دوب ممكن بتتاخد نسبه بسيطه عشان الصيانه تغيير فلاتر بتجيب مواد. لا انا رايح عشان بنزكرين مثلا بندفع 5 جنيه بندفع 10 جنيه يعني مش تهادي مش الزامي. الشباب هنا مثلا بيشتغلوا في ايه اغلبيتهم ولا ما فيش شغل ليهم؟ لا هنا؟ لا ما فيش شغل. يعني ما فيش منهم شباب بيشتغل في الزراعه مثلا في بس تمام فين بقى حضرتك تروح عند واحد يكون شغال مثلا في مجموعه شركات عامله مزرعه مثلا 100 فدان. طيب بياخد بقى المهندسين يشغلها فين؟ في المزرعه. طب انا مجالي مش مجال زراعه، بشتغل انا في الزراعه ازاي؟ حضرتك مجالك مجال ايه؟ انا اصنع عدل صغيره قسم تبريد وتكييف. تمام؟ يعني التبريد والتكييف ده عشان مطلوب جدا. تمام مطلوب جدا. مطلوب بقى فين؟ حضرتك فين؟ في القاهره. في القاهره بيني وبين هنا في مشاكل كتير. ايوه انا عشان انزل القاهره طب هيديني قد ايه؟ طب هبدا معاك بكام؟ انا اجره يعني عشان مصر انا بصرف 20 جنيه عشان تنزل القاهره. تمام يعني احنا عندنا مشكله الهجره. يعني ايوه تمام يعني لازم تتعمل مشاريع. هنا في القريه عندنا حوالي 10000 موظف في القاهره بيطلعوا من البلد هنا الصبح. لازم اكتر من 10000 يوميا. يعني ده لو لهم شغل هنا هيبقى في اكتفاء ذاتي وهتبقى شيء ممتاز وهيبقى في توفير في المواصلات طبعا وكل حاجه. يعني تكدس على هناك وفرت حاجات كتير. انا هطلب منكم طلب ان انتم تحاولوا برضو تتواصلوا مع الجهات المانحه. ايوه بحيث تعملوا مشاريع صغيره هنا للشباب. طب انا عايز وتجربوا يعني نجرب وهيجي نسجلها لكم. طلب انت حضرتك بقى يعني احنا ما احنا بنطلب بس العمليه مش بتطلب. يعني المهم اللي ينفذ احنا عايزين دور الاعلام ان يوصل رسائل الناس بجد. طب. يا استاذ مختار ما فيش وظيفه عشان فعلا تنحل المشاكل. احنا مش عايزين نعمل صوره جميله لما اسافر واروح اقدم فيها والناس حاسه بصوره ثانيه تماما. احنا عايزين الاعلام بقى يبقى صادق مع الناس ومع المجتمع يوصل صوره الحقيقه اللي بيشوفها في كل حاجه عشان الصوره توصل للمسؤولين اللي قاعدين مفكرين ان المصريين دول عايشين في نعيم وان ايوه ايوه هو بيصحى من النوم بيلاقي عربيته مغيبه طبعا مش فارقه معاه. بس انا يعني ضد ان انا يعني اخد الصوره كده قاتمه. يعني ما هو قاتمه ليه؟ ما انا عندي 32 سنه وانا ما لقيتش حاجه حلوه. طب ده مخزون مش ان هو قاتمه ولا ده تراكم. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا مدرس. فين؟ في مدرسه هنا في القاهره؟ في مدرسه وردان الاعداديه الحديثه. هل حضرتك متثبت ولا بقول؟ انا بقالي 20 سنه انا خريج 91 بكالوريوس تجاره وشغال في مجال غير مجالي ومع ذلك ما هو مفيش. يعني انا بكالوريوس تجاره المفروض ما اشتغلش مدرس. المفروض تبقى محاسب. ده مثلا. او في بنك. بسيطه يعني انا حل يعني انا قدامه ومع ذلك عادي وراضيين ولما تقارن انا بقى مرتبي بمرتب لمؤاخذه يعني عيل من اللي انا طلعتهم من تحت ايدي لا يساب. يعني انا مطلع امناء الشرطه اللي في البلد دول طالعين كانوا بياخدوا في التجاره. انا كنت اشتغلت في التجاره شويه. ما انت بتسبب في فشل الدنيا وطلعهم كلهم بتوع الجيش اللي راح اتطوع بالاعداديه. يا ريت ابويا طوعني زي ما بقول. كنت فلحت. فاحنا عايزين عدل. عايزين عدل وعايزين ان الشباب دي يلاقوا حلول فعلا كل واحد في مجاله. مش اللي يشتغل راجل بتاع اعلام يشتغل في الحسابات والعكس. حضرتك انت عارف يعني مثلا قدر ما ان انا لقيت شغل في القاهره انا عشان لو تاخرت 10 دقايق او ربع ساعه مواصلات تمام ما بتلاقيش ميكروباص تركب او بنواص. فبتلاقي تضطر انت تركب عربيه نص نقل فوق. طبعا جو حر جو برد اهو التراب هو مش فيه بس انت عايز توصل شغلك بتركب من هنا مثلا لغايه في بلد قدام قريه قدام اسمها نكله ومن نكله تاني للمناشي ومن المناشي بتروح بقى امبابه ومن امبابه بتروح شغل. انت خدت كام مرحله عشان تروح شغلك؟ لكن لو في مواصلات مفيش مواصلات هنا. احنا هنا مفيش مواصلات اصلا. حتى الموقف عندنا الموقف اللي هو الموقف يعني خاصه بالناس
باهالي خاصه باهالي. يعني تركب اي عربيه ما فيش اي عربيه حكومه هنا تشيلك توديك مصر. لازم الحكومه لا والطريق اللي حضرتك انت جاي عليه ده، الطريق اللي انت جاي عليه ده قابلت فيه كم بطوله؟ بقاله اكتر من 5 سنين المفروض الطريق ده يكون مسلم ومعمول رايح جاي، والى الان لسه الطريق مش زي ما انت شايفه كده. ده فيه مشكله، ده ماشي عدسي، ده ماشي وحوادث وعادي، مفيش حد لسه ولا ده من ضمن مشكله كبيره كمان. حضرتك انت وانت جاي دخلت على مدخل ورديه، هو طريق واحد ومعديه ومستقبل. اي شفت بقى حضرتك المعديه؟ المعديه دي المفروض يبقى بدلها كوبري. لا المفروض احنا بقى بنتكلم في الموضوع ده من 20 وحوادث حصلت وصورت ومشيت وناس ماتت في المعديه وعربيات بتغرق في المسابق المعديه ولا حد بيتكلم. الكوبري ده بقى وفي ناس بتترشي بالموضوع ده. بتحسبه للدوله يعني كتكلفه لا تساوي واحد من ده. العربيه بتعدي، العربيه بتعدي 5 جنيه اللي بيهبشوا كتير. استاذ مختار في اقتراح ظريف، انت العربيه الملاكي بتعدي بجنيه او 2 جنيه رايح و2 جنيه جاي، النص هناك اللي بتعدي ب 10 جنيه، طب يقول الواحد هنا طب العربيه ب 10 جنيه ويمتلك زادر يمتلك ايه، طب يعمل الكوبري على نفقته وليه حق الانتفاع نلم كارتات حل بس حتى ايوه اقل كارته بيعملها الجيش ب 10 جنيه ب 20 جنيه، واحنا نعمل الكوبري على حساب احنا عاملين البلد اراضي وكمان كمان ايوه كل واحد يشتغل. لا بالبلد تعمل الدوله تعمل ما فيش تعمل كوبري للخارج يعني عايز. هو طبعا وزاره الاسكان او الطرق لو اتعمل الكوبري ده هيوفر كتير، هيوفر كتير طبعا. وفي ما تخلوهم يا استاذ مختار يعني هو ممكن حضرتك هيربط بين لو لم من كل عربيه جنيه بس يعني المنوفيه بتوع كبيره ولا صغيره جنيه نهر النيل بيعدوا نهر النيل بمعديه هيبقى وفر لي واحسن لي هيجبدونا هنا يشتغلوا في الجبل. انا عشان نودي فرصه لواحد زي عبروف المشكله بتاعت المعديه دي ممكن يروح يقف في المعديه ساعه الا ربع عشان يعدي بالعربيه لان زحمه، لكن لو في كوبري انت بتوفر وقت وجهد هتخلي هتشجع الشباب حتى يروح المعادين. ايه عشان حضرتك عدت كده مره نص ساعه او ساعه الا ربع وتجي نص ساعه يعني ساعه الا ربع الكوبري ده هياخد ايه يعني كم مليون يعني الكوبري ده ان شاء الله يتعمل كوبري 20 سنه مصر. ده احنا عايز اقول كلمه صغيره جدا للوحده المحليه اللي احنا تابع ليها او وزير النيل ذات نفسه تمام لشخصه يعني رساله ليه. احنا عندنا مدخل واحد لقريه الحاجر ووردان وتريس وبني سلام. الطريق ده في طريق تاني كان موازي بعديه حوالي بنص كيلو. الاهالي قفلوه عشان النقل التقيل اللي بيعدي من المنوفيه قفلوا الطريق. وبناء عليها حضرتك الدخل اللي انت حضرتك جيت منها تمام؟ دي بتعدي النقل التقيل. طبعا العربيه عشان حضرتك تقابل عربيه نقل تقيل اسكانيا بمقطوره لازم مجبورا ان انت تركن لها. يمينك اراضي زراعيه وواطي عن الطريق وشمالك وحضرتك وشمالك الترعة. لا اما لا تتحضن جامد لا تنزل في الترعة، لا اما تطلع العربيه الاسكانيا لا يستناك بره خالص عشان. طب انتوا اهالي العزب الناحيه الثانيه او الطريق الثاني انتوا قفلتوه ليه؟ انتوا خايفين على نفسكم؟ طب ما هو كل واحد لو نظف قدامه وخلى بيته من عياله وشغل الطريق. ده مشاركه للمجتمع. طب تمام احنا بقى رحنا للوحده المحليه، الوحده المحليه قالت لا ده تبع وحده المحليه بتاعت ابو غالب. رحتوا لابو غالب. رحنا لابو غالب، ابو غالب قالت لا مالناش دعوه ده تبع ورديه. ابو غردان يوديك لابو غالب وشكرا والموضوع مات على كده. والاهالي قافله الطريق الثاني والطريق بتاع المدخله الوحيده هي اللي بتقابل العربيه الاسكانيا. حضرتك وانت خارج من البلد من القريه هتلاقي طريق واحد فقط لا غير. لو قابلتك عربيه اسكانيا لازم تحضن يمين عشان الترع. طيب انا كده يعني مشاكل الشباب دي او مشاكل القريه لا احنا يعني مشاكلنا هنشوف ان شاء الله شغل المواصلات فقط لا غير. انا هاخد منك كلمه كده يعني للبلد اتمنى تشوفها ازاي او شوف احسن من كده طبعا. انا عايز انت كشاب امنيتك ايه؟ امنيتي الاثنين انا عايز الناس تشتغل. الطريق ده طريق بقى يعني بال ما بلاقي من هنا للقاهره 85 مطب او 90 مطب ليه معمول كده؟ والمطب يا ريت مش معمول زي وزاره النقل والمرور. امنيتك ان الطرق تتظبط. ايوه الاقي بقى مستشفى ده حاجه بقى حاجه دي بقى احنا هناخد امنيه واحده ناخد لا 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 امنيتي بقى عشان خاطر الناس ده مستشفى طبعا مستشفى انا كمل كلام عايز اولا اهم حاجه عندنا هنا المستشفى لان انت زي ما قلت لك حضرتك في اول الحديث برضه الحاج محمد بيقول مستشفى لان ليه بقى؟ احنا بيننا وبين مصر 60 كيلو فانا في حوادث بتحصل هنا كتير فيبقى في حاجه انا عمال بنوديه يكون مات يكون ان شاء الله مات. ده بقى من يمه اسبوع بقى نفس الكلام ده هي عشان عيننا على المستشفى بالذات ايه؟ ان حاله حصلت في بيتنا اخويا الاصغر مني جاله ازاي؟ عشان تعملوا عمليه ازاي؟ رحنا المستشفى قالوا لك ده عنده التهاب في القولون اداله حضن المسكنه الساعه كانت 10 بالليل تمام؟ الصبح الساعه 6 الصبح لقيت اخويا بخبط عليه بقول الحق انا بقول بالرغم ان هو تعبان من الساعه 4 وما رضاش ينده على اخوه تمام؟ المهم ايه؟
قال لي طبعا عشان اما مستشفى مش مستشفى، مين اللي هيعمل لك عمليه زياده في مستشفى؟ لازم تروح مستشفى القاهره. رحنا اوسين ده انت ليه؟ لقينا بقى لقينا حاجه. انا لو بني ادم او انا دكتور انا عمري ما هعملها والله العظيم، حتى لو واحد يعني انا هقول لك لو مش على المله الاسلام خالص الاقي واحد قدامي بموت لازم اقول له في ايه؟ بنادي الدكتور في الاستباه بقول له يا دكتور انا جنب اخويا من بالليل تعبان. قال لي طب خمسه واجي لك. خمسه دي سابني وراح الاستقبال مع الناس يكشف عليهم. عبال خمسه دي قال لي اخوك عنده ازاي ده واعملها له الساعه 1 الظهر. يا خبر ابيض. طب 1 الظهر انت عارف حضرتك كانت الساعه 7 بقوم وصلنا، انا طالع منها الساعه 7 بالظبط. وصلت هناك 8:30 فاوسين. تمام؟ 8:30 الواحد. وبعربيه ملاكي كمان مش تمام؟ وصلت انا قعدت نص ساعه، النص ساعه ازاي ده انفجرت في بطني. طبعا لقيت اخويا وشه احمر وانزنق فايه؟ قلت له مالك؟ قال لي انا ارتحت. اول انا ارتحت ايه؟ انا عرفت ان ازاي ده انفجرت. لقينا دكتور عياده قريبه من المستشفى، عياده خاصه، دكتور خاص ودكتور محترم جدا ويشكر بينا يعني. رحنا له بمسافه ما رحت بمسافه الدكتور تقدير ما جه العياده اتجهزت، اخويا دخل عمل عمليه بس بفلوس صرف 3000 جنيه. معلش احنا طبعا المستشفى دي مهمه جدا، طب امنيه حضرتك انت للبلد هنا ايه؟ للبلد دي ولا مصر؟ لا لا للقريه للقريه خليك والله هو كلنا احنا نتمنى برضه موضوع المستشفى ولا حاجه ثانيه؟ احنا عايزين احنا يهمني مش المستشفى يعني ايه الحلول دي حلول يعني تعتبر بسيطه بالنسبه لاي مواطن ده باش دي مش حلول احنا البلد هنا كلها هي دي اساسا المفروض تتوفر من الدوله اليب به لاي مواطن لاي بني ادم يبقى عنده مستشفى وعنده طريق ده ما تحسبهاش ان هي يعني خدمه ده خدمه اساسيه طبعا احنا عايزين نطلبوا عربيه نركبوها احنا بني ادمين نتفسحوا زي ما مش حبوب لنا واحنا عايشين في الدوله احنا طالب عملت له تحت الصفر على طول كده ده ان شاء الله يعني طب الاستاذ ده والله برضه البلد في خير والدنيا في خير واخد بالك ايوه اقسم بالله بنتكلم بجد وزي ما بنقول لك اي واحد هيطلع في برضه في شغل متوفر اللي كان مش عاوزين بقى ايه كل وظايف عاوز وظيفه عاوز انا كل من جد وجد تمام طب ليه 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 الحكومه ما بتقعدش مع القطاع الخاص وتظبط ليه ليه انا اسافر القاهره اشتغل في القطاع الخاص هي دي نقطه واحده بس يا عمرو هو لو توفرت المواصلات العامه عندنا هنا واخد بالك والطرق هتبقى 100% انا طبعا انا طبعا يعني في الاخر جدا انا بشكركم على الحوار اللي احنا عملناه ده وفي قاعدة مع ناس طيبة جدا ربنا يخليك وبتقدم لكم الشكر وأشكركم وإن شاء الله كده نشوفكم دايما في خير نورتنا